إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حضرنا الكريم، انطلق قبل قليل الشوط 15 بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية، شوط ما قبل الختام مع منافسات وانطلاقات سن الإجزاء مرافقة دائما للإبداع والإمتاع. نتابع معكم الأسماء الخمسة الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. نتابع على أول المراكز آخر اسم التوى معنا في كشف التعليق جبارة، تعود ملكية البيشان بن فهيد بن بيشان الرزق العجمي على المركز الأول، ومع الصدارة أحد الضيوف الأعزاء القادمين من المملكة العربية السعودية وخصيصا من جودة قادمين للمشاركة. أيضا يمنون النفس بأداء أبناء جودة ناموس صباحي جميل مع شروط ما قبل الختام. المركز الثاني التواجد من قبل سمحة المبارك بن حمد بن بخيت المري على المركز الثاني. المركز الثالث ليش ريال جمعة ورايتنا تفن افرحي يا بنتي ويرمي. المركز الثالث التواجد من كتارة محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، يقدم ايضا لنا شعار على المركز الثالث المركز الرابع. وتابع معكم انطلاقة على القرشي القادم والمنطقة الرابع التحديات مع جبارة لماجد بن مذكر بن مسفر القرشي على المركز الخامس او مع المركز الرابع. خامس المراكز التقدم من بنت خان او هنالك القدوم مشاهدينا الكرام من بيضة علي بن حمد بن حيدان المري على خامس المراكز. هذا هو النداء للاسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. أعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنستجد النداء مع ندائنا الثاني لنتابع مستجدات هذا الشوط. لم يتجدد أي جديد على المركز الأول من قبل جبارة على المقدمة ومع الصدارة. تحضر معنا جبارة مع القيادة مقدمة لنا أيضا انطلاقتها بالصدارة والإثارة، تحمل شعار بن بيشان وأيضا يرافق بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي بأيضا ملكية والتضمير على المركز الأول. المركز الثاني وتابع أيضا جبارة القادمة على ثاني التحديات سلالة جبار، تحضر معنا في هذه الانطلاق. على المركز الثاني جبار الماجد بن مذكر القرشي يقدم لنا شعاره على ثاني التحديات، ايضا ضيف قادم من المملكه العربيه السعوديه ومن ميدان العرب يقدم لنا شعاره على المركز الثاني. شعار السرعه كما اطلق عليه من قبل الزملاء المعلقين والعاشقين لهذه الرياضه. المركز الثالث وتابع معكم سمحه على ثالث المراكز، تتسمح امورها على المركز الثالث لتتابع انطلاقتها على ثالث التحديات لمبارك بن حمد بن بخيت المري. المركز الرابع وتابع على رابع المراكز المركز الرابع نتابع معكم مشاهدينا الكرام تقدم بيضة لعلي بن حمد بن حيدان المر المركز الخامس، وصول حامات رقم خمسة منهوبة لسعيد بن محمد بن كراز المهيري. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة، نتابع معكم انطلاقة الأسماء قيادة الشعارات. المركز الأول ما زالت مسيطرة جبارة على مقدمة هذا الشوط. أيضا هذا الشعار في صباح هذا اليوم أتى وصيفا الشوط الأول الرئيسي للقعدان الإجذاع، أيضا حضر معنا بأداء مميز كبير وكان أيضا حضور مميز. يحضر بهذه اللحظات مع جبارة لبيشان بن فهيد بن بيشان العجمي ليقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة على أول المراكز. المركز الثاني تقدمت جبارة على المركز الثاني لماجد بن مذكر بن مسفر وغرشي على المركز الثاني. المركز
الثالث وصول وتقدم كذلك من طواري خليفة محمد دشين المرر يقدم لنا الطواري. هذه صح فترة السباق المحلي الماضي أو في السباقات الماضية كان له حضور أيضا مميز بالانطلاقات وتسجيل النقاط المميزة. المركز الرابع وتابع على رابع المراكز تقدم مشاهدينا الكرام من هوبا لسعيد بن محمد الكراج المهيري. بدأت من هوبا تنهب المراكز المتقدمة تتسلل المركز الرابع لكن تابع رابع المراكز ينخطف من قبل الجزيرة. صالح بن محمد بن عاطف أيضا اليامي صالح بن محمد بن عاطف الرشيد اليامي يقدم أيضا لنا الجزيرة في انطلاقته مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت أيضا على خامس المراكز عنيدة تقدمت عنيدة مع بن مسعود علي بن جابر بن حمد بن مسعود في انطلاقة المركز الرابع لأول نتا تصل على رابع التحديات. المركز الخامس تتأخر الجزيرة مع أيضا اليامي اللي تابعها صالح بن محمد اليامي تابع أيضا هذا الشعار بانطلاقاته. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة في مسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط لنشاهد الصدارة لنشاهد القيادة لنتابع جبارة على المركز الأول. يا سلام يا جبارة جبارة لبيشان بن فهيد بن بيشان العجمي على المركز الأول. المركز الثاني تقدم جبارة ماجد بن مذكر بن مسر القرشي. المركز الثالث تواجد طواري خليفة محمد بن شهير المرة. المركز الرابع عنيدة علي بن جابر بن مسعود المري قادم مع عنيدة أيضا عندها إنجازات وسجلات حافلة. المركز الخامس نتابع أيضا شعار بن راية قادم على خامس التحديات مع موكب لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير بدأت تتحرك الأسباب هذه اللحظات والشعارات بدأت بالتحرك مع انطلاقة الأسماء الكبيرة المتواجدة في هذا الشوط. القيادة مع جبارة قادمة جبارة كذلك قادمة بهذه اللحظات طواري في الطواري تحضر بالانطلاق على المركز الأول تبدأ بالانطلاق مع الصدارة وانطلقت من الجانب الأيمن جبارة لماجد بن مذكر بن مسر الغرشي يبحث عن المجد والفوز في هذا الشوط ومع انطلاقة جبارة مقدمة لنا الإثارة. عاد بن بيشان ليطحن المنافسة مع جبارة طواري قادمة لكن الغرشي أبناء ميدان العرفة أبناء المملكة العربية السعودية يسيطرون على الصدارة مع انطلاقة جبارة لكن أمور هذا الشوط ما زالت في أيضا متلخبطة أوراقه لكن خلاص جبارة انتزعت الناموس. أهني مالك جبارة ماجد بن مذكر الغرشي على هذا الفوز المسح المركز الثاني. وصلت طواري خليفة محمد بن شهير مرة المركز الثالث. كان الوصول من قبل جبارة لبيشان برثيد بن بيشان العجم المركز الرابع. مرحبا. وصلت عنيدة علي بن جار المسعود المركز الخامس عند برايه اللي هي موكب لعلي بن راشد سعيد البريص المري. مرحبا يا مرحبا باللي تعن بالسيوف وبالضيوف وكل 9-32 جزء واحد من الثاني. هذا هو توقيت جبار اللي ما يتم مذكر القرشي لو الثاني على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وسط طواري 9:35 الزمن الثاني. نهني مالك طواري خليفه بن محمد بشير المره المركز الثالث. وصل جباره 9:33 4 الزمن الثاني. نهني ونبارك لمالك جباره بشام انطلق شوط الختام. الزميل بدر بن جبل العتيبي يتواصل بالتعليق.